ليه سمعت مقطع تاع أم كلثوم يحسهرني غني فيها وائل جسار تاعتنا عجبتني. أم كلثوم تجي في الليل هي نورمالمون أما توفي قايله قيش الوقت ان شاء الله دي عايشين نبيس الذكرى معناه الامان ان الحياه ايوه ونخرج ذكرى كون طولها هكا تولي طولها دوبل طولها قبل نزيد نسمعها طبعا نزيد نسمعها عجبتني هذا ستيلو مزيان عجبني ستيلو جديد شريته باهي الكتيبة فيه ربي مع الكل لايك باهي